مصطلح الاحتيال على المعيشة أو الحياة ليس سيئاً لو كان بطريقة إبداعية، خاصة أننا في واقع مليء بقلة فرص العمل. كما عادة السوري دائماً أن يبدع، شاهدوا هذا التقرير من عفرين مع هادي طاطي. نحن بلشنا بداية عمل، يعني أول شيء كرأس مال صغير، وبلشنا بكمية قليلة جدا حتى كمحل، يعني محل صغير ما كبير يعني، وكانت إمكانياتنا شوي صغيرة شوي شوي. نحن كتطور نحن كمياتنا يعني كانت بحدود 15-20 منسف باليوميا، وهلا الحمد لله فضل الله يعني أمورنا ماشية. وهلا بما أنه نحن صرنا كبرنا شوي، صرنا عندنا فرع 2-3 يعني بالمحرر. بداية عمل كانت نحن طبخ لأعراس، طبخ ل يعني حسب طلبات، بس طلبات خارجية كنا. فلما جينا لهون نحن على الشمال السوري، نحن درسنا منطقة، درسنا شلون الفكرة، شلون بدنا نبدع بالفكرة، شلون بدنا نبادر فيها. وبلشنا على الأساس هذا إنه نشتغل كمناسف مندي أو مناسف شرقية بطبخ شرقي كامل. هلا كرأس مال بدائي يعني نحن رأس مالنا، يعني كنا نحن شركة موجودين، إنه رأس مال بدائي كان 300-400 دولار يعني كبداية عمل. يعني هلا الحمد لله الفضل الله يعني طورت أمورنا وصارت أكثر من هيك وإمكانيات أحسن من هيك بعد تطور شغل. يعني هلا أنا عندي هون كفرع من الأفرع عندي تقريبا 15-20 عامل وعم بيشتغلوا، وكمان هي بخلاف يعني عنا الأفرع الثانية كمان نفس الأمر. أكلات الشرقية يعني هي بتجي كمناسف رز، عنا مندي، فريكة، كبسة، برياني، اللحم أو الفروج اللي بيجي عليه، في عنا اليبرة، الأوزي، الكبة المشوية ولا المقلية ولا هدول. فنحن هيك عن أنواع شوربات يعني، بس من هدول الأنواع يعني. نحن عنا هنا كمنطقة موجودة إقبال كتير كبير يعني عليها. كانت بدايتنا بسيطة بس مع الأيام صارت شهرة أكتر، واللقمة طيبة والحمد لله. يعني هو الأمر فكرة صغيرة يمكن يكون مشروع كبير يعني أي واحد. يعني أنا من باتجاهي كنت عم فكر إن يكون عندي يعني عرباي على الطريق أو شيء كذا، بس إنه يكون تطور شوي شوي، واحد بيكبر شوي شوي.